ربيعه الشيخ يا معها يعني حويت هي يعني مركز لنصنع كاس معها وهي كاسور لها ضاد المدلل يعني بدو حويت تتكلم منها يا ايها شركية بدعية ضلالات نكباري الربيع الشيخ يا وعارفكم مركز سني بقى الله يرضى الربيع ابن هادي المدخلي يعني كاسمه حانو كم ذي هاين ربيع ابن هادي المدخلي علماء أهل السنة والجماعة أيكم ذي علماء أهل السنة والجماعة أيكم ذي هاين أهل العلم يا قاركودنا أذي أذي تذكيريين ذا شيخ الألباني رحمة الله عليه وحوله حامل لواء الجرح والتعديل حامل لواء الجرح والتعديل في عصرنا هذا والربيع بن هادي المدخلي يعني عرلك جرح يتعديلك عصرك واحد في ذا ربيع بن هادي المدخلي كل أهل البدع أبين عبيلين ويا أقطاب سودي الرقو دي ووين أبو كهذا لي ضلالات كودن عبيلين أرك آدي أبين عبيلين لكن عيب كود دعب رملها وده وحي يلي سمجته كتلتي سروحة ونصرية وقرقاري يعني مركز السنة هي طريقة السلفية أي أدي أنه قرقاري ضلالات كي بدعنا أنا آدي أردي مركز كالين آدي وين أي مركز بوحي هل لقى فايدة سبتو فيه الله أحريه الله طالع عبر.